ألمانيا ترحب بكم. الحمد لله وصلنا، هذه هي الساعة الأولانية في ألمانيا. صاحبي مازال يبدل في حوايجو. ربي يسهل علينا وصلنا بخير الحمد لله. أنا وخويا بلال العقوبة اللي باقينا خويا في سراييفو في كلادوشا، العقوبة انتوما توصلوا خوتي. والواد تاع الألمان من واد للواد، من واد تاع كلادوشا الواد تاع الألمان باقي ما يتشابوش. هذا نقيب بزاف اكو على بالكم. رانا بعد 60 السلام عليكم خاوتي خواتاتي، مرحبا بكم خاوتي في فيديو جديد بحلقه ثانيه تاع خويا بلال. نحكي لكم خاوتي واش حكي لكم المره اللي فاتت حلقه الاولى، ودوكا نحكي لكم حلقه ثانيه ونشوفوا ترى واش صرا معاه وكيفاش دار فيها وكيفاش الحق وكيفاش الحق قداش قعد من نهار. اخويا مرحبا بك اخويا بلال. السلام عليكم خاوتنا، مرحبا بك صاحبي. لاباس اخويا كمل لكم. كنا في البوزنا، عاودوا رجعونا هذيك الحرقه تاع 10 حكمونا في سلوفينيا. خلاص انا تما فشلت، ديسيديت باش ما نزيدش نعاود رحله الجنجل هذه تاع الغابه ما خرجتش عليا. ساكودو كلات لي بزاف دراهم، شحال من خطره تعب ما داير في باطل. من بعد تاع برا يحس لا غير لي يجوزها وغير لي يطلع في الغابه واللي صبت عليه الشتاء واللي بات برا والخلعه تاع لا بوليس والدنيا بزاف. ايام ديسيديت انا نعاود نولي حتى لسراييفو من الحدود، ما حبيتش نريح في الحدود. كنا فاطرين 17 يوم في رمضان ما صمنا حتى نهار، باسكو الله غالب غابه والبرد وبرا والمشيه ما تقدرش تصوم، الله غالب مسافر. هي ليسونسيال عاودت وليت قلت نكمل نصوم 13 يوم تاع رمضان تاعي، نكمل رمضان ومن رمضان ندير لها حل، نشوف كيفاش نعاود ولا ندبر دراهم ولا نشوف واش ندير. هي ليسونسيال تجوزت هذوك 13 يوم، عاودت وليت لسراييفو. تجوزت 13 يوم في سراييفو، ماكل شارب قاعد في الدار الحمد لله. عاود ريكيبيريت صحتي، عاود ريكيبيريت دراهم، ريكيبيريت كلش. كان معايا واحد مغربي انس هذاك، ديسيدينا باش المره الجايه من رمضان ان شاء الله نخرجوا نسي وحده تقطع، باسكو رانا ملاح فيها زعما شغل اوبوزينا وكذا. شرينا دراهم تاع تركيا تاع كرواتيا باش اون سي جامي جي ريسيفر ولا خلصوا الدراهم تاع كرواتيا. وديسيدينا خيرنا واحد الفيلاج ماشي محروق ما يروحوش ليه الحراقه بزاف، حكمنا حتى الوقت تاع البيس على قداش يجي وكامل. ديسيدينا طريقنا ماشي كاع طريقنا رايح نتقطع هذه المره وغير زوج هذا ما كان. اي ليسونسيال وجدنا روحتينا وقتاش نخرجوا نهار فلاني منا اوكي الله يربح. خرجنا انا وانس هذاك حففنا لتما وجدنا روحتينا، شينا زوج تليفونات، هو تليفون وانا تليفون، شرينا حوايج نقايه. واحد المره تما كثر خيرها ربحت على جرت، عطات لي واحد الاير ماكس الحمراء جديده جبتها لي من لاما، قالت لي هاك باين بلادي باسكت، وانا كنت داير باسكت جديده عندي بصح حبيت عطاتها لي ما حبيتش نخليها. زدت جبتها معايا، حكمنا الكار على 3 تاع العشيه، رحنا وصلنا للحدود تاع ما لحقناش الحدود. قبل ما نوصل الحدود كاين واحد بلاصه اسمها بانيالوكا جايه فيها لاباف، هذه بانيالوكا فيها لاباف يخرجوا منها الطوموبيلات والكاميوات اللي يروحوا كرواتيا يروحوا لورو. لحقنا لتما جات سبه، على كل حال ربي كان مكتبها هكذايا. جات سبه وين حبسونا لابوليس تما، حطونا من الكار قاعيتي، قال لك امبوسي تروح الحدود ما كاش فاش تحرقوا راهي كورونا وكامل منا، لازم تعاودوا ترجعوا لسراييفو. كانوا معنا غير باكستان، حنا كي شافونا شغل لابسين نقايه ومنا وشغل محفين جداد منا شغل حتى وين توسوسوا، ما قال لك بالك ماشي حراقه بالك شو راح يديروا. المهم هضروا معنا وين واي فروم الجيريا ماروكو، بداوا يقصروا معنا لابوليس هذوك انتيك من هنايا، قالوا لنا ما كاش كيفاش تكملوا لازم ترجعوا. والو كيفاش نرجعوا منا ضربنا طلع على الطابلو هكذا تاع لي بي تاع كاف، لقينا باللي تاع اللي ترجع لسراييفو، حنا كانت 9 تاع الليل اللي ترجع لسراييفو كاين 5 تاع الصباح. قلت لك ديسيدينا باش قلنا 5 تاع الصباح نعاود نرجعوا لسراييفو وخلاص، ما مشاتش هيا معليش. قعدنا في لاكار هذاك الداخل انا مريحي مع لابوليس هذوك باكستانيين قايتيك. بوليسي جا لينا قالنا لازم تروحوا تشرو تيكي دوكا باش نعرف بلي حتى نرجعوا، ما تروحوش انتوما على بالي بلي مهابل تروحوا تمشوا حتى الحدود. اي المهم رحنا خسرنا 37 مارك شرينا زوج تيكيات باش نرجعوا، ضمناه بهذوك التيكيات درناهم في جيبنا وضمنا البوليسي بلي احنا نرجعوا ولو ما يعسوش فينا لابوليس. المهم صاحبي قالوا خرج ندير كارو برا، حنا ما نتكيفوش في زوج، قالوا خرج ندير كارو برا، قالوا روح. خرجنا من المحطه تاع لاكار قعدنا برا، خرجنا برا قال لي كيفاش نديرو كذا منا. قلت له اسمع كاين الكاميوات بزاف لهنايا، علاش ما نروحوش نسيو نضربو في كاش كاميو رايح لورو. قال لي وين كاين، جبت انا تليفون مابس نحوس وين كاين لي باركينغ، لقينا معمره لي باركينغ قدام لاباف كاع يوجدوا روحهم تما بصباح ربي يخرجوا على البوسنه.
وانا كنت ديجا انا ما حكيت لكمش كنت ديجا ضربت زوج رحلات في الكاميو حكموني تما كنت نعرف شويه على الكاميوات كذا هاي ليسونسيال انا وانس هذاك خبينا باور بانك وساكو دوات وانا تما واحد قدام واحد الشجره وحنا نقلبوا على لي باركينغ قلنا كاش باركينغ لقاوه نضربوا فيه ما لقيناش نعاودوا نرجعوا التيكيات رانا مشارينه خرجنا مشينا واحد 3 كيلومتر قربنا قريب لابار الكاميوات اللي لقاوهم في الباركينغ مقاريين نفتحوهم نلقاو ما فيهمش السلعه كيما كانش فيهم السلعه يتقلبوا في لابار تما لازم نكون كاميو فيه السلعه باش نتخباو فيه السلعه بدينا نقلبوا كاميو اللي نفتحوه ماشي هو ماشي هو ماشي هو خلاص لحقت بينا 12 تاع الليل ما كان حتى كاميو خلاص ديسيدينا باش نعاودوا نرجعوا مولين ماكلة ما عندنا والو ماكلة ما عقبنا لقينا واحد الكوشه فاتحه اللي خدموا في الخبز هضرنا معاهم قلنا لهم بيعوا لنا خبز عطاونا خبزه من عندهم درنا داك واحد صاشي وقفت على قهوه بومبايسونس شريت واحده لينرجي هكذا كبيره مولين خلاص سي بون ديسيدينا باش نولوا لاكار باش نركبوا من لاكار نولوا البوسنه لسراييفو احنا مولين في الطريق هكذايا ومازال ما بقتش الامن من داك نشوف التليفون حتى بان لي واحد البارك قلت له انس هذا البارك من هنايا بعيد واحد الكيلو قلت له نروحوا ليه بالك فيها خير سيد مزيان خو ماشي ما ياكل فاشلين قال لي امشي نروحوا ماش تاع الليل عندنا قلت لك وحده لينارجي وخبزه رحنا لهذاك البارك هذاك البارك جاي عطرف تاع لوطوروت مور بومبا ايسونس لحقنا ليه لقيناه معمر كاميوات وكاع مغسولين كاع جدد كاع معناتها رايحين لابا في خرجوا ودي قلت له بالك يشوفنا مور بومبا ايسونس باش نعيط لابوليس نمشيو نروحو نكبروا الدوره كبرنا الدوره دخلنا مور بومبا ايسونس بارك هذاك ما فيه عساس ما فيه كلب ينبع ما فيه شباك ما والو ربي كان مكتبها لحقنا الكاميوات هذوك بدينا نقراو في لي ماتريكيل كرواتيا ما نضربوش فيها وراح لزاكرام هذا سلوفينيا ما نضربوش فيه تاع لوروب ما لقيناش ماتريكيل تاع مورو لقينا واحد تاع روسيا ولقينا واحد تاع سلوفاكيا ما حبيناش نضربو فيهم باسكو بعاد هذوك سلوفاكيا والروس ما كابا ما يحبش في الطريق كابا ما على باليش انا واش يكون حنا حبينا سلوفينيا ولا الالمان ولا الطاليان ولا لوتريش تما هذوما اللي مضمونين لحق الاتحاد الاوروبي هي ليسونسيال برنا دورنا ما لقيناش لقيت واحد توسوست له شكيت فيه هكذايا بقيت ندور به ماتريكيل تاع البوسنه بصح مادام مغسول وجديد والبيبان تاعو مغلوقين وبالشمعه معناتها باين بلي راهي فيه سلعه اسكو جات اسكو رايحه السلعه ما على باليش انا المهم قلت له انس عسلي برك شو واحد بوليسي ولا شو واحد يعقب ولا يشوفنا انا راح نفتح الشمعه هذيك ونفيريفي واش فيها سلعه قال لي اوكي وقف لي فيه الشغل ويسطرق هكذا مور كاميو ويفيريفا جاي طونوبيل نحبس نتخبى ما كاين والو راني نفتح فتحت ليسونسيال الشمعه هذيك ديجا قلت لك كانت عندي اكسبيريونس في الكاميو ديجا ضربت زوج خطرات وطاح المهم ما حبيتش نقطع الشمعه هذيك فتحتها غير بالعقل فتحت الباب تاع الكاميو نلقاها مشارجي حطب هذوك الصغار هذوك اللي يخدموا بهم في الفور يخدموهم للسخانه وكذا من هنايا قام يجوا واحد الحطب هكذا في الباليطات مستفين وكلش رايحين اوروبا هذوك الحطب ليسونسيال دي سي دي تاع نشط الشمعه واش مكتوب فيها فيها الكاشي تاع البوسنه هذيك الشمعه فيها الكاشي تاع البوسنه بي اي اش معناتها ماتريكي تاع البوسنه معناتها السلعه تخدمت هنايا وتغلقت منها وراهي رايحه وين ما على باليش قلبنا على كاش داخل كاش تيكي هكذا نقراوه ولا ما في حتى تيكي خزر فيها انس قلت له انس كيفاش هذه لا شونس تاعنا نضربوا فيها كيما جات خزر منها قال لي الله يربح دوكا بقات كيفاش نطلعوا وكيفاش نغلقوا على روحنا ونرجعوا الشمعه من برا تما لازم لنا واحد ثالث يغلق علينا وما يجيش معانا كيفاش نديرو كيفاش نديرو تفكرنا دوك باكستانيين اللي كانوا معنا في لاجونس تاع كيران قلنا نحطو ليهم نهضرو معاك شي واحد فيهم نعطولكش 50 اورو ولا يجي يغلق علينا وحنا نروحو وربي يسهل علينا المهم نعاودنا ولينا بعيد واحد الكيلو ونص على لاكار ولينا خفنا لابوليس ما لقيناش لابوليس لحقنا تما لقينا واحد خمسه مغاربه جاو في كار واحد اخرى حكموهم ثاني لابوليس خلاوهم لتما عيطنا لهم واحد فيهم ديجا كنت شايفهم قبل في الطريق منا يعرفني واش بيلال منا قلت له اسمعني لقيت واحد الكاميو حنضربو فيه الا جيت غلق علينا هكذا ما قلنا له واش قاع دراهم خزر منا قالنا وين جاي قلنا له بعيد واحد الكيلو كيلو ونص منا هنايا قلنا له بصح راك تعرف اذا راك حاب تجي نتهلاو فيك قالنا لا انتم خاوتي منا قالنا نجي معاكم نطق واحد صاحبه قالنا انا ثاني نجي معاك خلى اصحابهم من تما ما داواش فينا قاع بلي احنا حرقوا راح نجوزوا جاوا هما الزوج معانا هذوك كثر خيرهم حتى للبارك هذاك تخبينا باش وصلنا للبارك وصلنا للبارك الشمعه هذيك كنت مخبيها انايا جبت الشمعه هذيك وريت له قلت له شوف كي نطلعوا لداخل هاو كيفاش دير هاي كيفاش ترجع الخيوط هاي كيفاش تسكر الشمعه كيفاش تسكر البيبان قلت له لازم ما تحرقنيش لازم نعقب هذه المره لازم نجوز باسكو الا تقطع الشمعه غير قول لي نعاود نحبط ما نشقاش حتى لابا في دولي تليفون ويضربوني قال لي اوكي المهم سيد بنيته صافيه وكانت نيتنا صافيه وكان مكتبها ربي طلعنا انا وانس سكر علينا الباب كان عندنا غير قرعه قلت لهم هذيك الانرجي
وخبزه ما شرينا ني ماكله ني حوايج تاع رحلاني حوايجنا جدد رحنا بهم دخلنا داخل لي ساكوشاج رقدنا فوق الحطب هذاك رحنا لداخل قاعد تخبينا سكر السيد علينا رجع الشمعه صورها في تليفون قلت له فيسبوك تاعي بعث لي التويره قال لي شوفها الشمعة راهي هايله تقدر تروح نور هضرت مع مور الشباك انا مور الباش تاع الكاميو قلت له انت كيفاش دير قال انا خلاص نعاود نرجع لسرايبو قال لي المهم بيناتنا فيسبوك الا وصلت ولا عيط لي نعيط قلت له اوكي حنا بقينا مريحين فيه حتى الخمسة تاع الصباح ستة تاع الصباح جا مول الكاميو جاب طوموبيل مع واحد ما كانش بايت داخل الكاميو كان بايت في اوتيل جا نوض طول الكاميو تاعو دار بالكاميو كاع فيري فالقى الشمعه راكبه عرف بلي شو واحد ما لحق له هنا واحد ما جا حنا رانا لداخل نسمعوا كلش على بالنا كاع شو صاري برا بس على زعما انا هضروش ما نسعلوش لازم ما نشعلوش الدخان لازم تبقى ساكت باش تجوز سينو اي حركه ديرها صغيره عيانه يتحلبون المهم نوض بينا قلع بينا لاباف لحق لاباف تاع البوسنه مي فيري فوش تاع البوسنه حاجه شويه خفيفه هكذايا جوزنا لحقنا لاباف تاع كرواتيا جاو داروا بالكاميو منا قلبوا يهضروا مع هذاك الشيفور بوسني هضروا معاه هضروا معاه نسمعوا غير ايميغراسيون ايميغرانت 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 ويقول لهم نو ما كانش وانا ما عنديش معاهم منا المهم كي تكون الشمعه مغلوقه خالتي في الكاميو ما يتفتحش الكاميو من الشركه للشركه دير اذا كان الكاميو ما فيه الشمعه يفتحوا الباب ويطلع بوليسي لداخل ولا يطلع كلب يضرب دوره لداخل ويعاود يحبط ثم اذا كان الكاميو شمعه وما يقدرش يفتحوا فصلوا الكوارط يقولوا بلي انترديت تفتح السلعه وما قيد السلعه ما كانتش حاجه كبيره كان قادر يخلي الباب مفتوحه بصح نحطب هذاك دايرينه بالشمعه قلت لكم زهر المكتوب اي المهم فيريفا وهكذا غير من برا من برا تقلبوا صنادق التحتانيين اللي جايين قدام الرواد طلعوا في الكاسكيطة تاع الكاميو ما لقاو والو ايا كاشاولو كاشاولو منا نوض دمارة خلاص رانا في كرواتيا ضرب ضربينا ضربينا ست سوايع كمل كرواتيا ست سوايع الحق لاباف تاع خرجة تاع كرواتيا فيريفا وتم تم باسكو ديجا فيريفا مقبل دوكا الدخلة تاع البوسنة الاتحاد الاوروبي انا ديجا نهار الاول مرة الاولى كي حكموني جابوا لنا كلب بدا ينبح بالكاميو ينبح 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 حتى فتحوا علينا الباب وحكمونا لداخل مخبيين ما روحتش كاي هذه المره الاولانيه هذه المره الدوزيام قاعد ندعي فيها ربي طريق كومبلي نقول ان شاء الله يا ربي ما يروحش على واحد لاباف اللي فيها الكلاب يروح باف واحد اخرى اللي ما فيهاش خاطر كاين بزاف خرجه في اوروبا اللي باف بزاف ماشي باف واحده يعقبوا عليها كاميو المهم راح من واحد الباف قلت لكم كانت مكتوبه ما كي تكون كتبت لك ما تطير ولا تحبط ولا في السريع ولا توصل توصل كانت كاتبه وصلنا لتما 7:30 العشيه فيريفيكاسيون خفيفه ضربوا طلال لقاو الشمعه مشمع الكاميو ما حوسوش كاع يفهموا داروا منا كاشاولو هو افونسا شويه وقاره في واحد واحد بومبايسونس قاره تما رقد الموتور خلاص ديجا ساكسي 7 سوايع ولا لازم يرقد باسكو اوروبا كاميوات ما يقدرش يمشي ليه لورا قاره تما انا جبت التليفون شعلته شفت وين رانا لقيت بلي خلاص دخلنا سلوفينيا والباس هذه رانا داخل بومبايسونس سيد فرش سقم روحو رقد داخل الكاميو حنا ثاني رقدنا لداخل ما عاوزناش نفهم ما حبيناش نحبطو باسكو قلنا غير دفتنا لاباس لازم يدخلنا مليح لداخل باش نحبطو ولا نقطعو الباش ولا حنا ديجا نيتنا ما كناش حابين نقطعو الباش كنا حابين يفتح علينا الباب باش نحبطو ديريكت ما كناش حابين نقطعو له الباش ايا ليسونسيال قلت لكم صباح ربي 7 نوض راح دار قهوه وكارو تاعو نوض 7 تاع الصباح قلع بينا الكاميو ضرب 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 من 7 تاع الصباح هو يمشي حتى الخمسه ولا ثلاثه تاع العشيه خرج من سلوفينيا كم من سلوفينيا جات في واحد البلاصه كاتشوم تروا شوما هكذايا وحده تدي للنمسا وحده تدي للطاليان وحده تدخل لالمان كاين ثلاث طرق هذيك الطريق سوا سوا تما خلاص السوايع لازم يرقد انا قلت على بالي نعرف سيستم تاع كاميوات بلي ست سوايع ويقاري عنده جي بي اس عنده كلش ما يخلوش يمشي فوق السوايع ست سوايع تاعنا لحقوا تما حبسوا قاروا قارا بومبايسونس تاني منا جبت التليفون لقيت روحي كيما على بالي سواسوا قارينا تما كنا ديجا ديباسينا لوبيانا خرجنا من العاصمه تاع سلوفينيا ما بقاناش ندخلوا قلت لكم تما خلاص تما تما امبوسيبل كنت تحبط امبوسيبل يرجعوك المهم انا فتحت شويه الباش هكذا ضرب طله لقيت الحاله بارده هذه نقول لك جايه كحله تما راح تحشتها منا ما حبيتش ريسكي قلت له اسمع هذا خلاص راح يزيد يكمل هذه بومبايسونس راح يكمل قلت له ما نقطعولوني الباش زيدوا نباتوا اليوم هنايا ولا كي روبوزي هو يكمل يدخلنا دخلنا الطاليان مليحه الالمان مليحه سلوفينيا مليحه النمسا مليحه قلت له تسمى ما كان نديروا حاجه عيان كيما كان الحال سيد بات من ثلاثه بعد العشيه احنا داخل الكاميو حتى الغدوه من داك على 8 تاع الصباح 7:30 ثانيه عنده الوقت يمشي فيه 7:30 نوض هو كي نوض احنا كنا راقدين المهم نوضنا احنا فطنا لان الكاميو ناض فطنا هو ما على بالوش بلي رانا لداخل ديما رابينا ديما رابينا دخل للنمسا
دخلنا مسحنا قلنا رايح لفيينا ولا در كنا نديرو حساباتنا بكو تليفون خلاص كنا مشعلين ونشوفو في المابس الطريق وراه وراه جاز بينا الحق بينا حتى لوكسمبورغو لوكسمبورغو باش يدور لالمان ولا يروح لفيينا الحق تما طلع فوق البو عاود حبط انا كنت نشوف ديجا لوطوروت حبط من تحتها دخل الحدود تاع لالمان صاي خرج من النمسا دخل المانيا كي دخل لالمان كان جويت 11 تاع النهار هكذاك دخل لالمان 11 تما بقينا نستناو حنا وقتاش ورايح رايح حاكم طريق ميونيخ ورايح مهم واحد 12 غير ربع ديفياسيو دار كي دار شتو ما في سنايا لقيتها هانوفر واحد بلاصه اسمها هانوفر تخليها غير تدخل من هذيك ديفياسيو تاع لوطور زاد واحد 10 مينيت مشيها ولا قريه شابه هكذا قدا في وسط الجبال من هنايا واحد القريه بزاف واعره الحق ليها تما بديت نطلع انا لقيت بزاف الحطب هذاك اللي كون اللي كان داخل الكاميو كاع تما عندهم الحطب هذاك عرفت باللي تما ديبورا غير تما هذيك بلاصه يجيبوا الحطب ويبيعوه ليسونسيال قلت صاحبي وجد روحك دا منا باسكو مادام ديفيا راح يحبس غير هنا المهم وجدنا ساكودو تاعنا دوزنا رفدنا صوالحنا قدامنا وجدنا رحنا وجدنا قلنا يفتح الباب نصوتو ما كان نقطعوا له الباش ونخسروا السيد في 3000 اورو تاع الباش ومنا شو خممنا عليه هو سيد ما على بالوش بلانا لداخل حنا ما كناش حابين الخساره اي المهم وصلنا عند الباب بقينا واقفين حتى وين قارا قدام واحد الدار هكذايا تاع القرمود حاطين ديجا برانا كنت نطلق بميقار كنت نشوف قاو راح يقاري يسقم افو دار مشاريات قارا جا واحد غير قارا كاز زوج دقائق جا خدام بالكلاك باش يبدا يحبط حنا سمعنا الكلاك قدام نعرفوا الصوت تاع الكلاك جا ديريكت باش يقار حنا المهم وجدنا روحتينا سيد دينا حي الشمعه قدامنا نحى كلش ما فتحش البيبان فتح الريدو تاع الباش تاع كاميو صايرك في اوروبا المورال طالع الدنيا خلاص الحرقه خلاص تركيا خلاص دا شو بغا تخمم في حوايج واحد اخرين كاع زاد دانا الطمح حتى ولينا حابين يحكمولاش لابوليس باش نعرفوا وين نروحوا واش نديروا شغل تسمى وعد مع الاكسبيريونس تاع الطريق يولي يعرف المهم فتح علينا الباش غير فتح الباش هو عالي الكاميو ما شافش الفوقه وراح يدخل لي فورش باش يجبد الباليطه من تحتها حتى وين انا صوتيت الاول يعني صوتيت وديت فوق الباليطه تاع كلاك خضر هو شافني خلع رقد ديرك الكلاك وحبط كانت مارتو قدامه ولا واحد البيبي صغيره هكذايا قال جيبي تليفون ما بيمشي عيط الله بوليس باش يلام يصورنا صوتيت انايا زاد صوت صاحبي مول الكاميو كان داخل يعمر في واحد لافيش هكذايا مش مول الكاميو ركبنا معاه ما شفناهش كيفاش داير ما على بالوش حنا كيفاش دايرين ووصلنا حتى لالمان ما شفناش وجه ما عرفناش كيفاش داير هو بدا يعيط بالالمانيه ولا بالبوسنيه بدا يعيط للشيفور تاع الكاميو الشيفور تاع الكاميو في لافو 21 متر ما سمعوش كاع المهم احنا صوتي هنا جبناها في الارض قلعنا نجري ما حبيناش نفهم ديما انا نجرو لقينا واحد شي واحد البوست غير هكذا جزناه تحتو كاين الواد حبطنا جبناها في الواد هذاك التحتاني لحقنا تما جبدنا لي جوطا بنحينا ديك اللحيه اللي كانت نايضه شويه نحينا حوايجنا المسخين باسكت شيتنا مسحنا ستيكينا روحتينا صاير انا في الالمان ما كانش كيفاش زيد واش تزيد الدير ايا من تما خرجنا بقينا نحوس على كاشلاري تاع البيس ولا باسكو هذيك قريه صغيره ما عندك ما دير فيها اون سي جامي وعيط لا بوليس يعاودوا يحكمونا في هذيك القريه حنا حبينا نخرجوا مع منها تمتم وكنا رافدين معنا الاورو حنا كانت عندي انا 200 اورو وصاحبي كان عنده 170 اورو ولا المهم رحنا لهذيك بلاصه المهم الحاجه الاولانيه بلي ما ننساهاش نقولها لكم انا حبطت من الكاميو هربت من بعد كي حبطت تحت البوان هذاك لقيت واحد شغل الواد قدام الواد واحد التيف هكذا حاجه الاولى اللي درت سجدت خاطر كنت نخمم فيها من قبل كنت دايرها في بالي سجدت لربي بقيت ندعي باسكو ماشي ساهله الطريق هادي ضرب فيها 7 اشهر باش توصل ميزيريا ماشي ميزيريا كحلاني حكيت لكم غير ملخصات هكذا كنت خدت لك لي ديطاي كنت مبات وكان الحب والناموس والجوع 3 ايام ما كاش الماء و 3 ايام شربنا من الواد شربنا من الزيكو تما ماشي حاجه ساهله انا حكيت لكم الطريق كيفاش وصلت ما حبيتش نحكي لكم المعاناه ليسونسيال سجدنا ربي تما قدامنا خسرنا صلينا زوج ركعات انا وصاحبي الحمد لله يا ربي خلاص الرحله خلاص الحرقه دوكا رانا في اوروبا دوكا اللي راح تبدا الغربه جديده ايام تما رحنا حكمنا البيس استنينا كلش بالطابلو الالمان بزاف منظم على اوروبا كاع يتيك طابلو مكتوب او خمسه جا البيس حبس او5 ركبنا خلصناه قلنا له ميونيخ قالنا ميونيخ ما كاش كيفاش تروحوا من ميونيخ لازم نديكم لاكار فهمنا هضر معنا تراديكسيو شيفور حطنا في واحد لاكار لقينا واحد يهضر اونجلي هضرنا معاه بالانجلي قطعنا زوج تيكيات 27 اورو رحنا لميونيخ وصلنا لميونيخ زدنا نحكي لكم غير هذه باك سيرا بس خلاص وصلنا لاوروبا لحقنا لميونيخ المهم في 3 ايام كنت يومين ونص ولا 3 ايام ما هضرتش مع دارنا انا ما عيط لهم ما عيطوا لي ما على بالهمش كاع وراني 3 ايام مره الاخرانيه قلت لهم بلي راني في البوسنه راح نعاود رحله وما زادوش على بالهم المهم عيط لدارنا من لاكار تاع التيف كيران كبير كاع في ميونيخ كان البار تما شرينا قهوه
وديموندينا الويفي عطانا الويفي شعلنا تليفونات عيطت للشيخ بابا على الوحدة ونص وقت على الزوج كان بابا في الدار عيط له قال له واش دابنا قال لي واش غير خير ما بنش يومين ثلاث ايام قلت له يا ودي حكموني في كرواتيا وضربوني وزرقوني حبيت نخلعوا زعما قال لي دير لاكام قلت له ما قدرش ندير لك لاكام قلت له يا ودي وجهي راه منفخ وصاري فيا الباطل منا شكون بابا غبته قال لي توش قاعد دير تما على ما وليت قال لي ديمون دي ديبور ورجع من الاخر قلت هاي تما كان يحمل 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 ما قالها لي كدا منا بعدك عليا قلت له خلاص قال لي ما كيحب تشوفك دير لاكام نورمال قال لي الراجل يضرب ويتضرب وعادي بدا يدخل لي في هذيك تاع قلت له اوكي معليش درت لهم لاكام بدا يشوف في وجهك قال لي ما بيك والو قلت له اكسر ما بيا قلت له شوف هنايا قال لي ما بيك والو شغل تمسخه نتقعد معاه مع الفرحه هذيك من هنايا وما دقا قلت له صح اصبر فيك ندور لك لاكام دورت له لاكام قلت له هذوك لاكار تاع ميونيخ كيفاش داير الغاشي شعرهم صفر الدنيا منا فاليزات باين بلي ماشي بوسنا باين بلي اوروبا انا بدا يحقق هكذا يشوف 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 قال لي وين هذه قلت له بابا راني في ميونيخ راني دخلت للالمان دموع الشيخ ولا غير الشيخ ولا غير جواه دموع بدا يبكي ماما انايا غاطني شغل مام معليش شغل دموع تاع فرحه منا انا تاني بكاني معاه ولا غير بديت نبكي العجوز بدات تبكي قدامنا منا الحمد لله سلمت راسك والحمد لله كي وصلت قدامنا منا هيا ليسونسيال هذه هي الحكايه وصلت لتما قلت للدار بعد ولا كي نكون فارغ شغل نعاود نعيط لكم نقصر معاكم ومن بعد من تما تزيد نحكي لك هذه بقصت وانا كي لحقت الالمان لحقت في جوان لحقت في جوان لحقت في جوان كان القانون في ايطاليا تاع الكوارب كان مفتوح كانوا عند سمانه ملي يفتح القانون جميع حراق يخدموا له الكوارط يدبر كونترا القانون تاع سناتوريا كاع الغاش يسمعوا به على بالهم انا ديسيديت خممت مع راسي ما حبيتش نطيح في عند لابوليس تاع الترك تاع الالمان باسكو لو كان يحكموك يبصموك طلع لك البصمه في المانيا كوارط باي باي وليت نخمم لوجي قلت نخلص انا نخلص البي من تيم ندير حتى غلطه نسيي نمشي ريقلو حتى نخرج من الالمان قعدت غير ثلاث ايام في الالمان عند واحد العراقي خلصنا 20 و 30 اورو دانا للدار بيتنا دوشنا نقينا روحتينا كدا الاس حكينا في تليفون صايي منا خرجنا من تما حكمنا الثلاثه على النمسا رحنا للنمسا عاودنا رجعنا للنمسا ومن النمسا لحقنا باش نجوزو من النمسا للطاليان كانت كورونا كانوا كلش غالقين ترى ما يدخلش للطاليان تما لازم ندخلو ابي لحقنا حتى الفيلاج الاخراني في النمسا بقيت توجور انا وصاحبي هذاك المغربي خلنا ابي جاو مورانا العسكر تاع النمسا باش يعيطوا لنا حبسوا حبسوا ما حبيناش نحبسوا لهم خوفنا ثاني بصمونا حنا كنا حابين ما نبصموش حتى ندخلوا الطاليان ونبصموا ليسونسيال زدنا هربنا في واحد الجبل هكذا واحد الكيلومتر هكذا دي فينا وحبطنا لحقنا الله دخلنا خلاص انا في طراب تاع الطاليان طراب تاع الطاليان ضربنا سوفتاكس ما لقيناش كيران ما لقيناش الترالي يروح من تما كانت كورونا ما كانش شكون اللي يطلع ما كانش وين تشري تيكي ما نعرفوش نهضروا اللغه المهم قابرنا واحد سوفتاكس تاع السلعه بين فاقول فاقول طلعنا فيه ما على بالناش كاع ورا رايح المهم دخل بين الطاليان وصاي ضربنا فيه لحقنا حتى الفيرونا طاحت علينا شويه شتا تمرمدنا هذاك النهار لحقنا الفيرونا حبس هذاك تراه بس في فيرونا ما زادش في فيرونا حنا حبطنا وقت 3 تاع الصباح ولا حبطنا في فيرونا قعدنا شويه ندورو نحوسو نباتو ما لقيناش طلعنا النهار كي طلع النهار كدا منايا استكينا روحتينا غير شويه شويه تاع لاغريس هذوك منا نقينا روحتينا وشرينا ب 11 اورو من فيرونا ميلانو رحنا لميلانو وصلنا لميلانو لحقنا ميلانو ما عندناش اللغه ما عندنا والو كان عباد كثر خيرهم بارك الله فيهم يقول لك ما كاش الخير ومن لا كاين الخير في اوروبا وكاين ناس ترفد الناس المهم لازم انت كيفاش تكون كيفاش داير باش الناس يرفدوك لقينا واحد المغربي رفدنا بيتنا عند واحد سمانه ولا 10 ايام ايام بعدك عيطت لصحابي انا في نابولي قالوا لي بلي كاين كونترا كاين كوارط من نار واحد تدفع كوارطك هيا ليسونسيال ما خممتش كاع عيطت دراهم كانوا كاينين في البلاد وكامل انا كي نبقى هنا حارق وبقى من دار لدار ما عندي ما ندير قلت لازم نروح لنابولي هذه الحكايه بعد ما وصلت للالمان ثلاث ايام قلعت طليان الالمان قعدت فيها يومين ها تروازيام ديجا خرجت من الالمان من ميونيخ هاكا كتير يا خويا يا خويا ايه باسكو ما كنتش على اسمع الالمان قانون تاعها كنت نعرفهم من البلاد عباب اللي واعر ويحكموا ويبصموا ومنا وخلاص الا تبصمت انا كنت داير ديسيدي في الكوار كما كنتش في الكوار كنت حاب الالمان ماذا بيا نعيش في الالمان ونريح في الالمان انا دار مود ديسيدي خمم في الكوار والطليان متزاير على بالي بلي بلاد الكوار هي اسبانيا تما ما حبيتش نعطي لوكازيون وقبل القانون داروا فيه شهر ويغلق تما قلت انا لازم قبل 15 يوم يخلص القانون ولازم نكون تما باش دبر كونطرا باش تلقى بنادم يدير لك كونطرا راهي ماهيش ساهله وما تزيد قلت لك
دي سيدي هنا دخلنا لطاليان من ميلانو تفارقنا انا وصاحبي وراه عند عمته وعنده عمته عايشه تما راه عندها وانا حبطت نابولي لهنايا جيت كثر خير ربي كثر خير الرجال داروا فينا خير داروا فينا كيما نقولوا كونفيونس بعثنا لهم دراهم من البلاد جاوا دبرونا كونطرا دفعنا في القانون تاع 2020 شكون كيما انت تدخل حارق نهار الاول تدفع في قانون ثم باش تعرف اللي كان كلش مسطر ربي اللي دار فيها تعطيله في البوسنه لقيناها لهنايا لقيناها خير لهنايا والحمد لله والفرحة تاعي كبيرة كاع لي صحابي كاع لي كانوا معايا في الطريق اللي كانوا معايا اونطاكس في الطريق كاع وصلوا كاع راهو في اوروبا هذاك هو البليزير تاعنا ما احد ما ديسبارا واحد ما مات واحد ما خرج له مشكل واحد ما دخل الحبس هذاك هو البليزير تاعنا وحنا نحبوا الخير لينا وللناس كاعيتي والحمد لله هذه هي حكايتنا كيفاش رانا في اوروبا وان شاء الله كي نديروا كوارط نعاودوا نطلعوا مع عمار ثاني ونوروا له الكوارط ونوروا له بلي جينا لهنا ما شقيناش في باطل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يسمى دوك راك دافع السيناتوريو تستنى دوك بصح علاش طولوا هكذا كانت كورونا كان كلش مغلوق راك معايا ما كانوش يخدموا كانوا كاع برا وكانوا يخمموا ما يقدروش يعيطوا لألف واحد يجي الكستوره المرض منا دوكا كيبداو يديروا الجرين باس وداو يديروا الباكس منا هيا دوكا هذو بداو يعيطوا راهي تمشي الحاله كاين بزاف اللي نعرفهم عيطوا لهم كانوا دافعين قبلي ديجا انا دفعت في ايامات الاخرين كان حيغلق القانون هما دفعوا في ايامات الاولين تاع جوان وجوي ثم الحاله راهي تمشي راهي فيها خير ان شاء الله حنا رانا خدامين ماكلين شاربين حتى ان شاء الله يفتح ربي شحال استقاموك اخويا بلال اوراق هذوما ثم سيناتوري هذه الكوارض انا تلاقيت مع شغل داخل فيها واحد الوسطاني فاهم داخل واحد اللي وصلك للطلياني باسكو انت ما تعرفوش دا ما يعرفوا عايشين هنا القدم تاعنا داخله فيها استقام انا 4000 انا ديموندا لي السيد 4000 مديت له 2000 اورو الاولانيه وال2000 دوزيام قال لك نهار يوجدوا يعيطوا لك باش تبصم زيد لي 2000 ونسيني لك الكونت مليحه اخويا الكوارطه ما عندهم السوم اخويا واش بيك انا ودي انا شحال من خطره ندير تيك توك ولا نوصيهم غير على الكوارط يا جماعه اللي لقى كوارط مع البوا درام نلعبوا خدمة جري على الكوارط خويا نهار دير كوارطك تشوف داركم تشوف فاميلتك تولي بنادم في اوروبا باسكو حراق حاشا سامعين ولا حاشا اللي يفهموها بالغلط حراق في اوروبا دير في بالك بلي كيتيت البلاد برك هذا ما كان ما عندك حتى فايده تولي ملياردير في اوروبا تبقى حراق بس كوارطك شويه اسمع يفرج ربي شويه اخويا ما واش راه دير اخويا هو مخدوم لينا وعلى قاعد حراق ان شاء الله على كل حال ما نورمال هذه يا خويا ونشكروك اخويا بلال وربي يحفظك يا عمار نشكرك يا خويا وش الغاشي اللي راهم يشوفوا فينا قاعدين بارك الله فيكم اللي قعدتوا معنا وشديناكم ساعه ولا زياده وخاوتنا اللي لقى السهله في الحرقه انا ما نقولش ناس حرقوا صح المدابيه قاعد جو فيزا واللي ما يقدرش يجي فيزا ويشوف السهل اخويا يشوف مخروج ويشوف السهل ما يريسكيش في باطل باسكو هذه اوروبا ما تستاهلش واحد يموت على جالها ولا عمره ولا يبكي والديه ولا على جال اوروبا تجي لهنا يا خويا اش تتصور لك تشوفهم وهذوك لي فيديو لك تشوف ناس يشطحوا يضحكوا ويغنوا هذوك كاع ما كاش منهم هذوك كاع خرطي في خرطي فاهم اللي عنده مستقبل في البلاد ولا عنده حاجه يديرها ويعرف باللي كونسونطري في البلاد يريح في البلاد ما نحسد حتى واحد على الغربه ما تاعي ما تحت واحد واللي حاب يجي باك نوصي حاجه برك كيفاش باش تخرج من البلاد لهنا خمم لها 1000 دير لها 1000 حساب اكثر من زواج اكثر من القرايه اكثر من كلش خمم برك مليح ما ترميش روحك في بحر وتموت وديسباري وما تجيش على الطريق هذه اللي وصيتك عليها انا ما دابيا تجو فيزا باسكو انا سيت ثلاث قطات ما عطاوليش الفيزا تحتمت اللي جيت منه وحنا ما ندعموش ناس على الحرقه بصح اللي يكتب له ربي باش يجي مرحبا به وان شاء الله كيما نقولوا يصوبي روحو يصوبي فاميلتو يصوبي عائلتو وما تنساوش صلاتكم في اوروبا كي تجوا اوروبا ما تعماوش بقاو شادين في طريق ربي بقاو تصلوا خاوتنا صلات وصلات هو اللي يفتح عليك ربي بالصلاه والاستغفار الا جيت لهنايا وبقيت تباع في البنات ولا في الشراب ولا في لي بار ولا في كاباري دير في بالك باللي انت راك مضيع حياتك اون دي بي اون دي اون اف تسمى دير في بالك باللي لازم تتبع طريق ربي خويا تبقى تصلي بقى شاد في دينك يجي نهار ويفتح عليك ربي يا بكوارط يا بدراهم يا بدار يا باي حاجه هذه هي خاوتنا السلام عليكم انا واش راح نقول لك اخويا خاوتي عيشوا وضربوا الدنيا بكتبي ونهار يجي الخير راه يجي اخويا واللي باغي يربح العمرات ما يصلوا ما والو يا هو لازم يصليوا اخويا علاش ما يصليوش ايوا كيفاش قول لهم يصلوا خاطر اللي يصلي ما يقدرش يدير حاجه واحده اخرى اسمع اخدم ويصلي ودير كل شيء بصح ما يعيش حياتك اخويا فاهم نورمال اخويا عادي باينه راك لهنا لازم تعيش عيش حياتك اخويا عمار بارك الله فيك خويا يعطيك الصحه وسمحونا على اخويا عيش المرحله تاع الشباب تاعك وخلاص اخويا واش راح دير
اش ما تندمش يا ودي؟ شوف لا انا نقول لك حاجه، ولا الوقت يجري في اوروبا، انت راك في اوروبا انا في اوروبا، وتشوف انت نظر وطار راح النهار، نظر وطار راح النهار. يمز نلقى خدمه ب 20 25 روح تخدم خويا، ما تقعدش على براها. اليوم تخدم ب 20 غدوه ب 30 غير غدوه ب 50 حتى توصل ل 100. الا كدي في بالك بلي ما تخدمش حتى يعيطوا لك صحاب 50، هما يعيطوا لكش فهم الناس قاع راهي تخدم. طلاين انا في طاليان، طلاين مساور جاي وعجايز وشيوخه قاع يخدموا، ايوا تصح لك باش تخدم معاهم. هذه اللي نقولها لك في كل بلاصه تروح لفارسيا تلقاها امراه. اه صح. قول لي يا معلم واش راح نقول لك؟ نسيت اخويا، والله نسيت، نسيت اخويا واش راح نهضر. خلاص نسيت اخويا شغل ما واش راح نقول لك؟ نسيت واش راح نهضر، نسيت راحت. واش راح نقول لك اخويا؟ ما لا اسمعوا كوبيو الفيديو هذا، او دوك نعيط لك في البريفير تلي كاش ما عندك فيديوهات الصور تاعك عندي دوك ما داك، خليهم لك قاعد تصاور وخلي لك شويه لي فيديو، عندي بزاف لي فيديو عندي ثاني شويه تصاور. ما تبعديش انت كتكون زوج برك اخويا، الواحد ولا زوج وصايط. لا لا انت تخيل، نبعث لك وانت تخير صديق. هيا 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 ماشي مشكل اخويا، هيا دور سال لنا كل شو وانا ندبر راسي بعد، نديهم دخل فيديو ونسيكي هو ان شاء الله. هيا نطلعوا على خير، تهلاو في رواحتكم وتهلاو لنا في عمار اللي الزوم حتى لازم نجيبوا نجيبوا وحده تاع اليوتيوب تاع الذهب تاع فضه ما عندنا ما نديروا فيه. يا الفضه يا خويا كي قاس دير يا خويا، او قريب يجي له ناف، بعثوا لي ميساج له ناف يسكن في الدار ان شاء الله. سما له ديس اخاوتي تشوفوا ان شاء الله. هذا خطي هذا. اسمع نديروا هنا يا شركه يا ابو قلب، كل ما ندير اللايف نحطوا هنا يا في صدري يا خويا، ندير له كنا قعروا يا باين. رانا ندعسنا انا ندعموك من داك ونجيبوا لك غاشيش. واش ندير له؟ انا ما نعلقوش في الحيط، انا نعلقوا في رقبتي. نعلقوا في رقبتي. تستاهل خويا تستاهل، والله لا تستاهل خويا. انا ما نعلقوش في الحيط يا خويا، دي مودي انا دوك نعلقوا هنا ديما ندير شركه ندير له كاش خيط. ودي لا اسمع، كي تكون جايبو كي تكون تعب عليه وجايبو وين تعلقوا يستاهل، ماشي غير باش طيح وصوالح ناس ما تجيبوه باش طيح وبتبهليل. انا واش راه دير اخويا؟ احنا والله ان نحكي مع خوتنا ونقصروا ونديفوا لي ونتعرفوا على بعضنا وهذا ينفع. واش تنصحنا عمار دوكا في الاخر قاعد؟ واش تنصحنا؟ واش ننصحك اخويا؟ اخويا انت دوك ثمك اصبر تهزك وارط ومن بعد شوف كاش بلاد واحد اخرى، روح تخدم في كاش بلاد اخرى، كاش عقد عمل، كاش امراه، كاش زواج، بدل بلاد اخرى اللي راح دير فيها تستقر فيها. طليان ماهيش تاع استقرار اخويا، هي واسبانيا تاك وارط برك تدي هذيك ومن بعد تبوجيك ما دير، ما تشوف بلاد اخرى نيفو طالع شويه سلاك طالع. الله ان شاء الله درجه بدرجه تاع ربي ان شاء الله. هذا هو درجه بدرجه يعطيك الصحه. لو كنت قلت طاليان تغبن شويه مع الوقت.